مني جي الله يوفق من عاد العبال بكون مسؤول سيدي اللي بغاو الحلال راه لقاو اللي بغاو الحرام راه مشاو اللي نواو بداو في الصلاح واش نتايا نويتي فكا 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 الراس بكلام القوالة وهي والفيق النحس لا تروحوا غفالة فكا 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 الراس ورق البالة ويما راه تغرص على ولاد علي عوالة ويا ويا الله ويا 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 اش واقع؟ علي مات السي مبارك علي الله يرحمه في النار لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويوسع عليه بارك في راسكم اسير انا لله وانا اليه راجعون الله يجعل محبتك تصبر الله يصبر الله يصبر شوف السلام عليكم سيدي لاباس عليك واش تعلم مسكين حسب المعلومات التي لدينا كان غادي للجامع ومات ترى دخل الجامع ومات يلا خرج من الجامع ومات باش مات مسكين مات بواحد السورفيطة زرقاء لا إله إلا الله يا مريم يا مريم وابنتي مشى لي أخطى راسي وابنتي وناري مشى لي الرويش اللي مشى وابقتلك من الفجر كيف العادة رضيت حزوتي وجبت له البقراج باش يتودى قال المدن الله أكبر دخلت الكوزينتي تطلع على حسوتي جيت تسمع المقراج قال بربلاق يا وش حال بقى فيا وش حال بقى فيا وش حال بقى فيا امي انتي وش حال بقى فيا ولا بقى في ناس عليه ولا وانا بقى فيا المقيريش اللي جاب تركيا باقي كاع ما خلصت نقول لكم أوليداتي الكلام اللي في يدكم ودي خرصة في ودنيكم باكم مسيكي الله يرحمه عشفار وما تشفار ما خلالنا حتى صورة للذكرى حيت كان ديما مخلعو هربة ورش هرشي أنا ما بغيتكمش تبعوا طريقه وتساليوا بحاله بغيتكم تكونوا رجال وتبعدوا عن الحرام الوالد ما عمرو كان شفار الوالد كانت عنده موهبة كان مني تيوقف معاك عيني في عينك ويدو في جيبك يدو كانت خف من القوشية ديال ميسي عنده الحق الوالد كان كيجيبها بدراعه ومعيشنا بعرق كتافه واش بغيتي تحمقوني يا كباكم ديما كان تيجيبها بردة فين عمرو كان عرق عليها على فاش كياخد الأمانة وكيتم غادي كيجري شات 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 ما تيعرقش فعلا ملي كان كيجري شنو كان كيخرج منه لا واه اللبن ضمنيا الإنسان كيموت على ولاده ولا على بلاده مع كل الأسى والأسف الشديد الواليد كان كيموت على الفلوس الواليده ويلي واش بغيت تحمقوني ولا تطرطقوا لي القلب ولا المراره سمعوا نقول لكم راه الا تبعتوا طريق باكم انا امكم انتم اولادي امتي صافي امي ما تعصبيش خوتي راه غير كيضحكوا معاك انت ريحه اختي زينب من الهضره الخاويه ما تنضحكوش حنا كندويو بصح حنا ما كنعرفو نديرو والو كنعرفو غير الشفره فقط اوليداتي اريو على كتافكم وكونوا رجال وبعدوا على الحرام انا مزوقه فيكم راه والله تبعتوا طريق الحرام الا بغيتوا تفقزوني وتساليو معايا وصافي انتي هادشي اللي بغيتي ياك بغيتوها الله يجزيك الله يخليك لينا الوالده والله تغنبعدوا من الطريق الدراري اللي شفر شي حاجه في العزو يحطها الصطام ديال السي ابراهيم راجل فوزيه ملي سالى العزو لقيتو طايح في جيبي تليفون ديال الراجل فاتيحه ما عنقني قال لي البركه في راسك مع ما مشى معاك باس مع هاد المكانة ديال ولد الهادي الله جا من طليان سولت شحال في الساعة ما سمعنيش درتها في يدي لقيتها الصبع على رو هذا الفم ديال الحاج بوبكر ما جيت فوه مع استغفر الله العظيم جمع بنيتي جمع هادشي اللي هرد عليك وصلي لمالي
هزوا فيا، ما كتفلت عليكم حتى شي حاجه. غادي غادي كانت عند الباتو الطباخ. ايوا انا خفت شي واحد اللي يطيرها فيكم وانا ندير شرعي يجي. بقى عندنا الجنازه. الله يرحمها روح يا انا ما غنتهناوش من هاد الدرب. واش هاد الدرب هذا مكتوب بسميتي ولا كيفاش؟ المشكل اللي يجي خصو يخرج ليا من هن بقى مقابلكم مع التومه. ياك انا وعدتكم غنقي لكم الدرب ونفذ. هذاك علي ياك انا هنيتكم منه. اش خاصكم؟ واش بغيتو تعرفوا داك السيد كيفاش مات؟ انا سيدي غادي نعاود لكم باش مات. واحد النهار كنت جاي من الخدمه عيان، هزيت عيني ويبان لي علي خارج من واحد الدراز النجار. قلت ليه وقف، شافني هو يهرب، جبت الفردي وانا نجري فيه. جات الخرطاسه في الحاشيه ديال الحيط، هزيتها وعاود رجعتها للفردي ديالي وانا نعاود تيريت فيه. الراجل يالله مات، باقي كاع مرتاح في قبرو، وانتما قاعدين شادين قشامتو فاش تدعيو ليه بالمغفره قاعدين كتنمموا فيه. ايوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معكم هاد ديش على السباعي راه غير داوي خاوي، وحنا راه معاك. واش حنا خليناك؟ حنا معاك قلبا وقالبا. القالب عطينا لكم في العزو، باقي غير القلب راه هو موجود وقت ما احتاجيتو. الله يعطيك الخير. الله يجازيك بخير. فين غادا؟ غنمشي غير عند صاحبتي وغادي نرجع. يلا سيروا ما تعطليش، وردي البال راسك في الزنقه. اش انت كيفاش بلان؟ شمن بلان؟ واش بغيتي تطيح شي روح هنايا عاد تشوف فيا ولا نقتل راسي وتنين مني عاد ترتاحي ولا شنو؟ اسمع ولد عيشه وقلي عليك، واش بي الله مات وانت كدوي لي على الزواج؟ باك مات اش بعال موت. الله يرحم ولي دار شي حاجه باش يترحم. شوفي حياتك انت اللي باقا صغيره راه تبقاي تدوري 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 تنضع بين يديك وغتندمي. راك انت اللي غادي تندمي الا بقيتي كدور بيا وغتطيح في المشاكل مع خوتي. واش هنا مفراسك اش واقع في الدب؟ اش واقع؟ ترى ولد عايشه موقف زين بهز عليها كلام وريض، واش يقول لها حاطي داك الشيء اللي عندك وهي مسكينه كتهلل؟ ربي اللي خلقها، شي واحد ما يقدر يهضر معاها يدير فيها صعصع وين راه فاعل خير الشر. ما بغيتش يخلوا واحد يصير خاطر مولد. اجا محمد باك اخو على هاد السيبان. شنو الشر؟ واش تصطيتي؟ من بنتك اللي حوايجي ولا كنضرب بالحجر؟ ما خصهاش هذيك الدريه باغي تكرفس عليها. هذيك الدريه ديالي وطال الزمان ولا خساره بغيت نتزوج بها. تتزوج باش تشوف حالتك تويتري تكرفسك على امك ولا على اختك. تصارى كي دايره باش لهاد بنادم؟ لا انا رجلي برجليك تلعن الطبيب. ما تقوليش يا يلا ما بغيتش نعذبك معايا. لا لا راه عذابك راحه، المهم هو تكوني مرتاحه واكله تفاحه. هذا كي تدير هاد الدنيا فايته. الله يهديك. شكون اللي خلاك باقي تضحك؟ لا يا سيري باقي ان شاء الله تصحي وترجع لك صحيحه. سيري طلع عند الطبيب وانا نتسناك. واخا مي ايه مشي عليك، انا ما عندي شغل. يا سير يلا سير، انا باقي شوية عليك في الدروج، شوية على الدروج عالين شوية. وين عملت؟ لا أنا في الدرب. لا الأمور كلها مضبوطة كل شيء على ما يرام، ولكن شي حاجة نعيط لك. هاد الشيء البلي راه قديم ماشي. واخا يلاه سيبوا السلام عليكم. يلاه الله يعاونك. رجع للسيمانة الجاية. يلاه الله يجيب الشفاء. سير. فاطمة لاباس عليك؟ لاباس. كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله بنيتي. الحمد لله. وي فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره وليدي؟ دايره لاباس؟ الحمد لله. تفضلي. كي دايره صحيحتك شويه؟ ايوا هاني هاني كنكبر وكنهرم. متبع الدواء ولا عاوتاني قاطعه بحال ديما؟ ما نكذب عليكش،
مني مات المرحومه باقي كناكل، ما بقى عندي حتى اللي دوز الدواء. ما بقى امي فاطمه ماشي هادشي اللي اتفقنا، الا بغيتي ديري العمليه خصك تبعي الدواء. هاك خذي هذا الصباح وهذا بالليل صافي. الله يجازيك بخير. يلا سيري امي فاطمه، الله يعطيك صحتك. يلا الله يجيب الشفاء، الله يعاونك اوليدي. يلا سيري ما تخلصي والو. الله يجازيك بخير، الله يعطيك الخير. الله منى تعرفي من عندها تعرف. بسلامة بنيتي. الله يخلص انا امي فاطمه. ها خلصنا. اي والله اخلافي قاعده. قال عندك رخصه لهادشي ولا تات؟ ها ارى شي وحده من الهار. يلا سيرفي سيرفي زيد، ارى وحده اخرى زيد. يلا ويلا غسل الجعبه مزيان. يلا سير يلا، العشيه نتلاقاو في القهوه. يلا قيد عليا هادو تندوز عندك. مدرا لالا فاطمه ها كان عطاني الدواء. انا كناكل في الدويان وشي مرض ما بغى يداوى. لا لا صبري لالا فاطمه، ان شاء الله راه غتصحي وترجع لك صحيحتك وتضربها شي زويجه فاعله تركا ونقدر انا نجلس حداك كاع راه خاصك عندي تبغي. والله الا ضحكتيني واخا ما فيا ما يضحك. ايوا انا هادشي لا سيري. لا لا الله يحفظك. سيري دخلي للدار ولا خصك شي حاجه عيطي لي انا موجود. الله يجازيك بخير. يلا سيري دخلي ما حال. يلا وتهلاي في راسك وردي لبر راسك وشربي الدواء شربي الدواء شربي الدواء. يلا سير. نبغي تنرفع القديم واش انت خدام مقدم ولا كدير شي حاجه؟ لا 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 نبغي مقدم. ولكن شفتك مابقاش عاجبك خدمتك. لا عجباني خدمتي، انا تندير خدمتي والتي هي تقريب الاداره من المواطن. لا بالعكس انت راك دير المواطن تقرب من المواطن. لا ها كيبان لك. ودابا اش غدير مع هذه الدفات؟ انا كيبان لي الشاف ندير مع قيوة. انا بسطتي اللي تابعك انت. قول لي هادك ولاد علي اجي شتي الله. ولاد علي؟ سماحة لمودة وفشات المادة بيبان الآفة تحلت حيت عقلنا سدة اللي علمي علت.